التأكيد بتاعت ولا حركة. عارف لو باخد فلوس كل مرة يتقال لي ما تتحركش. أهلا بيت. أم جي أنت بتعملي إيه هنا؟ زي ما بتعمل بشتغل أو كنت بشتغل. أعتقد إن ده بتاع. أيوة شكرا. روبي خلاك تغطي الاقتحام لصالح بيوجل؟ تمام. روبي ما يعرفش إن أنا هنا فعليا وما كانش اقتحام لحد كام دقيقة فاتوا. خلينا نشرح. أنا أسفة. أهلاً أنا ميري جين واتسون وبغطي بيها مبنى فاس. أهلاً. كريج قال هنعمل ده بكرة. أنا بحب أخد كل حاجة. طب أنا مش هقدر. لازم ترجعي تاني بكرة. تمام صح أنا أسفة. هاي كريج. لا أسفة بس شكلنا كده هنشوف حاجة تانية نغطيها. مش عارفة ممكن القطعة التعبيرية؟ عارفة أنا أقدر أعمل شغل النهاردة. أكيد أنت هنا؟ مفيش أحلى من كده. شكرا كريج. ولا يهمك. تمام يلا بينا نبدأ. شوفي المكان وبصي على الحاجات. حستناكي جنب تمثال باكو لما تكوني مستعدة تبتدي. تمام. فاس كدرب بيتر وعواره بده في أول مرة خانقوا فيها. يومها بيت هرب وأغمى عليه في صالة بيتي وكان لازم أسرع عربية بابا علشان أروح بيه المستشفى. دي كانت بداية لحظات الممرضة إم جي. سيم كاريا مش دي كانت بتيجي في الأخبار؟ قولي لما تكوني جاهزة نبتدي. كده تمام. أظهرت الجرائم المخبأة للنور. في عندنا صحفية تحقيق من الطراز القديم هنا. عجبتني. نبدأ بالجائزة. قطعة فريدة من كاكيمون باكو. جميل. هو ده المفوني؟ صح. الأستاذ فيسك عنده ذوق خاص. كنت تعرفيه كويس قبل ما يتقبض عليه؟ في سياق مهني اهتميت بكتير من مبيعاته. خلينا نكمل من فضلك. دلوقتي القطع الرائعة دي بتمثل تأثير قلوب تراشيكومي الفني بالحرف. تمثالين النيو رائعين عشان كده فاسك بيحبهم. ده أسلوبه طبعا. حب الإزدواجية. صرخات التدمير لكن الابتكار يعمل فيه صمت. كان في أي حاجة مش طبيعية فأي مبيعات مسكتيها عشانه؟ لا طبعا لا. على حسب معلوماتي لا. ابقي خدي بالك من شكل الذهب على طقم الشاي للاحتفالات. حد من اصحابي عند المدعي العام قال لي ان فيسك بيغسل فلوس من مبيعات الفنون. انا متاكده اني ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. انا عارفه كنت بس بسال بما ان اتقبض عليه لو لاحظتي في يوم اي حاجه غريبه. تعرفي في الحقيقه انا ما عنديش وقت خالص. خلينا نجيب صوره الغلاف طالما معانا وقت. لما قلت لصديقي عند المدعي العام اني بعمل حوار معاكي قال ان اسمك مألوف. خلينا ناخد الصوره بس. اقفي هناك. انت متاكده انك مش عايزه تقولي حاجه مش بطريقه رسميه بخصوص انشطه فاسك؟ ما اعتقدش ان قرائك هيهتموا ب مش ممكن. استني هنا لو سمحتي.
مش هعرف ادخل دلوقتي، هتشوفني. مش هدخل وهي لحظه، هو ده لازم اخد صوره، المفروض ده ما يبقاش هنا. اهلا كريج، هكلمك بعدين. حبيبتي رايي انك لازم تمشي. او ممكن ادخل الحمام بسرعه؟ تمام، تعالي معايا. شكرا، ده المكان بجد حلو فعلا. اكيد، وهتكون اخر مره تشوفيها. حمام السيدات في الجنب، بسرعه. اكيد هرجع بسرعه. كان المفروض تتصل، لأن الصحفية اللي بعتها من الواضح إنها مش بتكتب المقال اللي اتفقنا عليه. لا، هي هنا دلوقتي. لازم أدخل الأوضة اللي ورا دي. لو ظنوا التمثال ده في محله فدي هتبقى قصة كبيرة قوي ليا. يعني إيه اضطر يحدد معاد تاني؟ راح. لو دي مش صحفية من عندك، أمال دي مين يا كريج؟ مين دي اللي في دار المزاد بتاعي؟ مش مصدقة. لا، مش واثقة انك ممكن تقدر تصلحه. اول حاجة هعملها اني هخلي الاستاذة المحققة الصحفية تقبض عليها. تاني حاجة هعملها اني هقتلك يا كريج. ياه، دي زعلانة. ده بشكل كبير تهديد. اها، طبعا كريج. بيت اتكلم معايا عن ده. فيسكي بيستخدمه علشان يخفي أدلة. ليه الشرطة ما تقبضش عليه؟ عارفة ان التمثال ده بيتفتح، بس ازاي؟ يا ترى في اي أدلة جوه هنا؟ اللي وراهم ده النيو، بس شكله مختلف. يمكن القطعة دي بتتحرك. الدليل كان في وضعيتين، بق مقفول، دراع شمال تحت، الكف اليمين موجه لقدام. الدليل كان في وضعيتين، بق مقفول، دراع شمال تحت، الكف اليمين موجه لقدام. الدليل كان في وضعيتين، بق مقفول، دراع شمال تحت، الكف اليمين موجه لقدام. بس في قطعة ناقصة، أنا شفت دول قبل كده.
أوسبورن؟ هو إيه ده؟ ديفلز براث؟ إيه هو ديفلز؟ إيه لي؟ لو سمحت يا فندم ما ينفعش يكون وحش. الدبسال فين؟ في جوا هناك.把文件找出来。كنت في طريق خارجة لما شفتك. محظوظة لأنك لسه عايشة. ده اللي قالوا لي أنقذته من 5 دقايق. اسمع، أيا كان المقنعين دول عايزين الملف ده، بس مش هقدر أخرجه من هنا وإحنا متحاصرين. طيب ماشي، استخبي هناك، أنا هقضي على الأشرار وأخرج لما أمن المكان. خطة حلوة. مبسوطة إني شفتك. أنا كمان، بس مش ده بالظبط اللي تخيلته عن لقائنا تاني. مضحك. ده بالظبط اللي تخيلته.